Urakano? يا الله دخيلك، شو هالمصيبة هي؟ لعم مين اللي مساوي هيك بهالفستان؟ لك ليه كيف مقصوص كله وصاير ألف شقفة يا حرام؟ نوران خانم، ليكي أنا أجيت و... اترك المقص من إيدك! شو هادي اللي عملته؟ يا خانم القصة مو مثل ما لك مفكرة، بس دقيقة، فستاني الغالي تعب قلبي! شبك مو أنا اللي عملتها يا خانم، أنت فهماني غلط، خليني أشرح لك، أنا هلأ أجيت. كذاب كبير، لا تشرح شي، كل شي واضح. أعطيني سلاح الجريمة، هاتو! مو سلاح، هذا مقص، مقص، وقفي على مهلك، هلأ بيصير شي بلا جنان، وقفي الله يخليكي بلا ما تصير شي مصيبة معنا لو سمحتي. حضرتك كيف بتتجرأ وبتطبع على تمي بوسة؟ لا مو هيك نوران خانم، مو قصدي، بس انت اللي وقعتي، انت وقعتي وسحبتيني معك كمان، وبعدين صار اللي صار، انا ما دخلني باللي سكوت. ما عاد بدي تفتح تمك وتنطق بحرف واحد، هي اللحظة نحن ما عشناها ابدا، اوكي؟ انا بمحي هاللحظة من ذاكرتي تماما، عملت لها ديليت، يعني ما انعاشت، انا مين لو سألوني انا مين؟ ما بعرف بنوم. ايه طيب اعملي هيك، طبعا تفضلي خليني ساعدك، قومي معي. يلا شوي شوي، هاتي ايدك لشوف. اترك ايدي. يلا انقلع فورا، نزعت لي كل الليله وماني عرفانه كيف بدي انضرب على قلبي وحاول انقذ هالفستان. يا خانم بس دقيقه، طولي بالك علي شوي. اول شيء هالتخريب والاذى مو انا اللي عملته، يعني لا تفتري علي. ثاني شيء انت كانه عم تقلعيني من شركه صهري جوز اختي الوحيده، ما ولا انا فهمان غلط؟ اي نعم قلعتك. يو ار فايرد. إيماني رايح بقيان هون ولشوف انت شو فيك تساوي معي، ويلا المحل محلنا والبضاعة بضاعتنا وخلصنا، وهي شلحنا الجاكيت ورح نريح حالنا شوي، بقيان هون للصبح بإذن الله لنشوف شو آخرته. وات؟ عرفتها، استطاعت الكهرباء، وات درست كهرباء أنا. تاكلي؟ لك كول انت لحالك، بركي بتعلق بحلقك وبتختنق. شو هادية؟ أغلظ من هيك ما شفت. شو؟ مين يلي تأثرت؟ بلا حكي فاضي. لا لك لك كانت غلطة غلطة. لك معقولة أرضى هيك زلمة يبوسني؟ لا من هلأ عم قلكن كل يلي صار رح ننساه تماما وكأنه ما صار وأنا ماني متذكرته. ديروا بالكن ها أو بموتكن.